فكرة منشطة كابتن أشرف طبعا، زميلنا طبعا العزيز كابتن خالد أبو العيون بيجيب لنا طبعا منشطات لمباريات أنتوا لعبتوها. فأول منشط بيقول طبعا الزمالك بطل أبطال إفريقيا، هزم كوتوكو بضربات الترجيح 7-6 واحتفظ بالكأس مدى الحياة. هل دي كانت أول بطولة ليك مع نادي الزمالك كبطولة أول إفريقيا؟ بطولة ليا الكابتن الجوهري، كان في موقف كويس جدا بالنسبة لي، ضربات الجزاء انا الكابتن جوهر كان حاطني من ضمن الخمسه، انا استاذنت منه قلت له ما اقدرش اشوف الجمهور ده كله انا شوت ضرب 6 ضربات جزاء في الدوري الممتاز كلهم ضيعتهم. ولما كنتوا بتتمرنوا لما كنتوا بتتمرنوا قبل الماتش كان حطك من الخمسه الاولانيين ولا لا؟ انا في التمرين كنت بشوط كويس جدا. لما حاطني رحت له في المحاضره ما كانش يعرف ان انت ضيعت كل ضربات الجزاء. انت صعيدي مش جدع. بس انا الكلمه دي ريحتني لان ما اقدرش ازعل الجمهور ده كله. الجمهور كان جاي مقفل الملعب. هو طلب منك ان انت تخش تشوط من الخمسه؟ قلت له لا مش انا رب احنا حاطين الخمسه وهم حطوا خمسه لازم اشوط انا. انا كنت اروح لكابتن مثلا طلعت كابتن محمد صابر كابتن طارق السيد شوط انت تزقه وترجع. كابتن جوري بيقول لك روح لغايه نص الملعب. كابتن جوري بيقول لك شوت اخر حاجه انا وكابتن هشام ياكل. في التوقيت ده الكابتن هشام ياكل سابني المكان في نص الملعب وراح عند الجون راح الجون الثاني. هو خايف زي انا خايف. انا دخلت يا كابتن قعد يمشي لغايه مشي للجون الثاني ووقف ماسك الشبكه. طب لو كابتن جوري بعت له مفيش بقى خلاص. كابتن صبري اصل دي مسؤوليه صعبه جدا. صح. انا رحت شوت ضربه جزاء وانا ماسك الكوره في ايديا تقيله مش قادر احطها ورجعت مسافه كبيره جدا عشان اشوط الكوره. راح مسكها في جون حارس المرمى ودخلت في الجون. بعديها قلت يا رب لما الشوط 9 تاني كتر خيري بقى لما تيجي الجون تاني. بس عايز اقول لك حاجه، بطوله عزيزه طبعا. اول بطوله ليا اجي من المنيا، احنا المنيا كنا بننافس في الهبوط رغم جيل محترم، كابتن هشام والكابتن شديد واحمد عامر وبركات ابراهيم، جيل النادي حسن، مجموعه كبيره جدا. لكن انا لما جيت الزمالك طبعا يا كابتن ده انا لعبت مع الراجل ده حاجه غريبه. انسان مش عايز اقول لك ده كابتن فرقه وطيب زي ما عمل كابتن شيكابالا مع المجموعه كلها. كان يحبه قوي كابتن جوهري في المنتخب، كان بيوزع لبسه وكل حاجته حاجه جميله جدا وشرف اني لعبت معاه كمان. لكن اول بطوله ليا في الزمالك دي كانت حاجه كان غاليه جدا. غاليه جدا يا كابتن، واحد بينافس على الهبوط جه خد بطوله. صحيح. لغايه ما المانشيت اتكتب عني اشرف يوسف نجم في سماء مصر. طبعا قلت حاجه غريبه يا رب. انا كان باخر صوره تنزل لي في اي جراد الزمالك يا كابتن. طبعا يا كابتن الزمالك بينجم الجمهور وبيلمع اي حد. الكابتن طارق بيتكلم في نقطه حلوه جدا، لازم الجمهور يرجع جوه النادي، لازم التمرين يبقى حضروا ناس جوه النادي يحضروا التمرين، لازم ترجع الايام دي.